السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم حبايبي. بحب أرحب فيكم، أسعد لي جميع أوقاتكم، أسعد لي صباحكم. طبعا الوقت الصباح هلا عنا إحنا بأمريكا، طبعا وصلت ابني وبعديها عملت لي فنجان قهوة، وطبعا الأجواء عنا كانت ممطرة شوية غائمة، كانت ترشرش على الخفيف بس كاينة ماطرة بالليل طبعا، بس ما في برد، الطقس كتير حلو. شوفوا هيك برا يعني، شوفوا الغيوم مش صافية كتير لأنه لسه في كمان مطر جاي. هذا وقت الصباح عنا ما شاء الله الهواء نقي، الجو صافي كتير كتير، أنا بحب هذا الجو الجميل. طبعا طبعا هواء الصبح أنقى هواء بيكون. طبعا هون دخلت على المطبخ، طبعا هذا الفيديو قبل يومين بس ما قدرتش انزله، حبيت انزله اليوم، حسيت حالي احسن. طبعا سني كان موجوع ورحت على الدكتور، طبعا شالوا لي اياه لانه ما فيهم انهم يعملوا له اي شيء، فخلعته. بيحكوا اخلع السن واخلع وجعه، بس المقولة هاي مش دايما مزبوطة. الحمد لله رب العالمين، طبعا صابني وجع كثير بعد ما خلعته، وطبعا أخذ الدواء، الدواء بيهون شوي بس بمجرد ما يروح مفعول الدواء بعود بيرجع الوجع، بده يومين ثلاث عبين ما يروق. الحمد لله على كل شيء. المهم طبعا دائما احنا نتعرض لهذه الأمور، يعني الواحد بيعيا بروح الدكتور بياخد دواء بيقعد فترة طويلة وبعدين بعود بيرجع لطبيعته الحمد لله رب العالمين. بس بدي أحكي لكم شغلة، يعني هاليومين هدول اللي كنت مجوعة فيهم سبحان الله، بيحكوا الأم بتلم فعلا، إن هذا هاي المقولة. مزبوطة أكيد، لأن الطول والأم صحتها منيحة وهي طبعا كايمة بكل واجباتها، مش منقصة ولا شيء على بيتها على أولادها، يعني على جميع العائلة وحتى لإلها. يعني اليومين هدول اللي كنت مش مبسوطة فيهم ما عملت أكل، ما قدرت يعني، بس يدوب إني أسيطر على وجعي وأرتاح، فالحمد لله رب العالمين. يعني شوفوا أولادي شو صار، يعني أول إشي بيت الحمد لله هو يعني ما بدوش إشي كثير، بس طبعا مع العيلة ومع الأولاد إلا ما يكون في أشياء، في كاسات، في صحون كوي وإشي زي هيك، طبعا هذا سيطرنا عليه مش مشكلة، بس إنه سبحان الله كل واحد فيهم بتلاقيهم على يومين ما التموا على وجبة واحدة، كل واحد يطلب من جهته الإشي اللي بده إياه. طبعا ما قدرتش اعمل اكل هذاك اليوم، كل واحد يطلب اكل مثلا وقت الغداء، لما كل ما يجوع يروح هو مشتري اشي من برا. المغربيات حتى يعني بالليل بعد ما اجوا من الشغل وهم ماكلين طبعا وقت المغرب، طبعا بعد العشاء بعد ما روحوا من الشغل نفس الشيء، حملوا حالهم وراحوا جابوا اكل من برا. يا سبحان الله، فعلا الام اهم شيء انها تكون بصحة، لان هي اللي كادرة تسيطر على كل هاي الامور. الله يعطي جميع اميتنا الصحة والعافية ويعطيهم القوة ويقوينا يا رب، يشفي كل مريض يا الله، انك تشفي كل مريض على وجه الارض. فالام لها دور كبير طبعا انها يعني تمسك زموم الامور، طبعا الاب له مجهود ودور كبير، بس طبعا الام بتكون ذهنها يعني مشغول في امور كثيره، يعني خلص الاب بيكون عنده عارف شو في عليه كم من شغله لازم يعملهم، خلص بيكون فيهم، بس سبحان الله الام بتكون ذهنها مشتت، مثلا الصبح بدها تصحي اولادها، بدها تامن انهم راحوا على الجامعات على المدارس، تامن انهم طلعوا على الشغل، بدها تأمن مثلا بتصير بدها تأمن، بدها تنظف البيت، بدها شو بدها تعملهم أكل، يعني لازم الأكل يكون جاهز في موعد محدد. يعني الله يعطيهم الصحة يا رب، خليهم دائما فوق روسنا، بضلوا دائما منورين حياتنا. طبعا هون أنا عملت شوربة الخضار لإلي لأني لازم أكل إشي طري،
وعملت هنا اللازانيا، كانوا بدهم مني لازانيا، عملتها بس مرة واحدة برمضان. فزي ما انتو شفتوا جبت اللحمة، حوست اللحمة المفرومة وضفت عليها البصلة الناعمة، وهلا ضفت عليها البندورة، حبتين بندورة مفرومين طبعا، ورح أضيف عليها كمان شوية خضار، بزيلة وجزر والفطر وسبانخ. أولادي بحبوا اللازانيا بالخضار، اللي ما بحب الخضار يعملها بس بصلصة بندورة ويطعمها بالأعشاب العطرية، كثير كثير بتعطيها طعم طيب. ضفت هون أنا الخضار وبدي إياهم هلأ يعني يتسبكوا شوي مع اللحمة والبندورة، ورح أضيف عليهم أساس عندي صلصة جاهزة للمعكرونات، رح أضيف مطربان على صلصة على اللحمة. طبعا حطيت مية بالطنجرة الثانية، بدي أسلق اللازانيا أقل شي نص سلكة، والنص الثاني بتكمله بالاستواء بالفرن. النوعية اللي بستعملها لازم أسلقها، ما فيني أحطها بدون سلك، يعني لو حطيتها بدون سلك وحطيت عليها اللحمة مع الصلصة وكل هاي الأمور وحطيتها بالفرن يمكن تستوي نص الاستواء يعني وتضل هيك شوية مجلدة. بس في نوعيات تانية من اللازانيا مش بحاجة إنه نسلقها، نوعيات تانية بتكون طرية أطرب كثير من هاي، بمجرد ما إنه بس نطبقها ونحطها بالفرن وبتكون بتستوي على يعني مع بتطرى من الصلصة من اللحمة اللي فيها. ضفت هون أعشاب عطرية، شوية ملح، رشة فلفل أسود، ورشة بهاري مشكل طبعا، وأكيد أنا يعني ضفت كمان ملعقة ثوم مهروس كنت ضيفتها من قبل. وهاي هي البهارات اللي أنا بضيفها على اللازانيا، بتعطيها أهم شي الأعشاب العطرية والثومة، بتعطيها طعم كثير كثير طيب. طبعا بهرنا الصلصة ورح أتركها تستوي. وهون طبعا المية بلشت تغلى، برشلها رشة ملح ورح أسكت فيها شرايح اللازانيا. حبايبي إذا وصلت لهون ما تنسوا تدعموني باللايك مشان الفيديو يرتفع وتوصلكم كل إشعاراتي. للمشتركين الجدد فعلوا الجرس مشان توصلكم كل فيديوهاتي أول بأول. طبعا هون انسلكت مع اللازانيا، عندي مطربان الصلصة البيضة عندي جاهز، دهنت دهنة بأسفل الصينية أو البايركس اللي بدي أطبق فيه اللازانيا، وصفيت طبقة من اللازانيا ثلاث شرايح بالأسفل البايركس بهاي الطريقة. طبعا إذا كان البايركس عندكم أكثر طبعا بدكم تزيدوا الشرايح، تحسب حساب مثلا كم طبقة بدكم تعملوا، ثلاثة أو أربعة، تحسب حساب عدد الشرايح إنها تكفي. ضفنا هون على شرايح اللازانيا طبقة من اللحمة مع الخضار، طبعا هلا رح أضيف عليها رشة من الموزاريلا تشيز، أطيب شي الموزاريلا تشيز معاها، إذا مش موجودة اعملوا البشاميل صلصة البشاميل وضيفوا شوية من صلصة البشاميل بدال الجبنة، وفيكم يعني الجبنة ما تضيفوها على كل الطبقات إذا ضفتوا الصلصة، بس أنا بحب أضيف الجبنة بشوفها أطيب. بس في ناس كمان مش متوفرة عندهم الموزاريلا تشيز أو الأجبان بيعملوا صلصة البشاميل وبضيفوها على اللازانيا على الطبقات، برضو بتطلع كتير كتير طيبة. ضفت هون كمان صلصة من الألفريدو صوص اللي هي تقريبا نفس البشاميل بس مطعمة بالجبنة أكيد. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين. وطبعا نفس الشيء بستمر بنفس الشيء، طبقة لحمة طبقة لازانيا طبقة لحمة طبقة جبنة أو بشاميل وطبقة لازانيا، نستمر بنفس الطريقة لبين ما نكمل ونخلص جميع الكمية الموجودة عنا. وفي الآخر رح أضيف لها طبقة من البشاميل وأضيف عليها جبنة الموزاريلا وأرش عليها رشة من الأعشاب العطرية أو الحبك الناشف اللي هو الأوريجانو وأدخلها الفرن. طبعا كل شي فيها مستوي ما عدا الجبنة بحاجة إنها تسيح والبشاميل والأشياء الثانية تسخن، بدخلها الفرن على درجة حرارة 400 لبين ما يتحمر معي الوجه بهاي الطريقة. وهيك صارت معنا اللازانيا جاهزة. الشوربة طبعا ضفت لها الشعرية
أوه ما شاء الله، كان طعمها جدا لذيذ وطيبة طيبة في هالأوقات هاي كمان. طبعا أنا شربت الشوربة الحمد لله، أولادي كمان حبوها، شربوا شوربة وأكلوا لازانيا، فانبسطوا إني طبخت لهم وعملت لهم أكل بهذا اليوم، حسوا إني كمان يعني إني صرت أحسن. طبعا هيك نفسيتهم ارتاحت الحمد لله رب العالمين. والله يكوينا ويكوي جميع الأمهات يا رب. استغلوا الوقت، قضوا وقت مع أمهاتكم قد ما تقدروا، لأنهم فعلا هم بيستاهلوا هذا الإشي، قيموهم قيمتهم كتير كبيرة. وشكرا لكم حبايبي، وباي باي.